البرنامج الحكومي قلنا بلي غادي نخلقوا مليون نصيب شغل، وغادي الشباب ياك الشغل كيهمكم ياك أولوية ديالكم ياك طبعا. قلنا بلي غادي نخلقوا مليون ديال البرنامج اللي جينا به، قلنا مليون بوست، وكنبذلوا كل ما في جهدنا لتحقيق هذا الهدف. في المنتصف الأول من هذه السنة الاقتصاد الوطني يعني خلق 236 ألف منصب شغل صافي نت، خاصة في الأنشطة الصناعية. ألو، في المنتصف الأول ونكري 206 ديال هذا العام 236 ألف بوست منصب شغل صافي نت، مع العلم أن الفلاحة ساهمت في لا ديستركسيون لأنه كاين الجفاف. والمعدل ديال البطالة تراجع من 11.2 ل 11.2 وجا من 12.8 في نفس الفترة. ولتعزيز هذه الدينامية غنواصلوا الاشتغال على الاستراتيجية القطاعية، وعلى رأسها مخطط الجيل الأخضر، مخطط الإقلاع الصناعي، الإضافة لإعادة الدينامية ديال القطاع السياحي والصناعة التقليدية وغيرها. وهذا الشيء كلها أوراش مفتوحة عند الحكومة، ونبغي نشكر السيدات والسيدات والسادة الوزراء اللي هما مشرفين كيشرفوا على هذا الشيء، وكنشكركم. صفقوا عليهم.